ماشي، يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المفروض اللاب شيت المفروض اتبعت للمودريتورز يعني عن الجي بي اي او، جنرال بيربوز انبوتس واوتبوتس. تمام، الجنرال بيربوز يعني هي استخداماتها عامة، فهي ملهاش طريقة معينة بتوصل بيها، هي جاست انبوت واوتبوتس بتطلع لي او بتقرا لي الفولتج على الفولتج ليفل بتاع البورد اللي عندي، فبتقرا لي يا هاي يا لو. هو دوت لما تلاقي جي بي اي او او دي اي او، دي اللي هي ديجيتال انبوت اوتبوت، او جي بي اي او جنرال بيربز انبوت اوتبوت، فدوت معناه ان هو البنز اللي هي شبه اللي في الاردوينو، اللي هي البنات مثلا من 0 ل 13 او من 2 ل 13، عشان 01 غالبا مش بتستخدمه. فهي بالنهاية بتقرا انبوت من بوش بوتون مثلا وتقول لي هو هاي ولا لو، يا اما بتطلع لي اوتبوت وتقول لي هو هاي ولا لو على الليد مثلا. الصوت واصل صح؟ عايز حد بس يقول لي ان الصوت واصل. اه مش مخصوص. تمام ماشي، يلا بينا. هنعمل ايه النهارده؟ هنبص على اللاب شيت ونشوف الخطوات اللي فيه، ونشوف لو احنا مش معانا اللاب شيت ومعانا البورد ده، طب المفروض نعمل ايه زي ما المهندسين بيعملوا. ماشي. اول حاجه عندي ان انا هانيشالايز المايكرو كنترولر بحيث ان هو ينفع ان الجي بي اي او ده وتشتغل. طيب في حاجه مثلا بسيطه زي الاردوينو، كنا بنعمل الانشلايزيشن دوت ازاي؟ في الفويد سيت اب كنا بنقول له بين مود، ونقول له مثلا ايه انبوت او اوت، بس خلص الموضوع. طب هنا لا، هنا في تفاصيل بقى. ليه في تفاصيل؟ عشان احنا اتفقنا ان الامبيدد سيستم دوت غالبا بيبقى حاجه معقده شويه، علشان هي يبقى فيها كنترول على كل تفصيله فيها، عشان انا عايزها تبقى روبست وعايزها تبقى افيشنت، فانا عايز يبقى ليا كنترول على اقل تفصيله فيها، بدل ما اضطر مثلا ان انا استخدم اف بي جي اي، او ان انا اعمل اصنع اي سي هاي مخصوص على الحاجه اللي انا عايزها، فهو بيعمل لي حاجه جنرال بورد جنرال، وبيدي لي اكسس وكنترول على كل التفصيله فيها. كل ما يبقى ليا كنترول اكتر، كل ما السيستم بتاعي يبقى احسن، يبقى افيشنت اكتر، وبيوفر اكتر في الباور وفي السبيد. يعني هنا مثلا في البورد هتلاقي ان هو مش الانبوت والاوتبوت بورتس اللي عندي، اللي هي الجي بي اي اوز، مش بتشتغل وخلاص، مش بيوصل لها اصلا البالس بتاعه الكريستال اللي على البورد. عشان توصل لها اصلا انت لازم بتبتدي تعمل لها انيشاليزيشن بطريقه معينه، فهو حتى موفر في الانرجي اللي بتوصل للبورتس لو هي مش شغاله. فهو مش بس يعني مش بس ان هو هيحط عليها هاي ولا لو، لا هو تمام، حتى البالسز مش هتشوفها، مش يعني البروسيسور وهو شغال مش هيبقى شايفها، كانها حته مقطوعه منها، لحد ما انت تفعله وتقول له والله لا انا شغلها لي، او اقراها، خليها معايا بارت من السيستم. ده ميزته ايه؟ ان هو بيوفر باور. ممكن تبقى من عيوبه ايه؟ ان هو اللي بيزود شويه الستارت او تايم. ماشي، ايه الخطوات اللي هنمشي عليها؟ هو هنا بيقول لي ان انا في شويه ستيبس هعملها عشان الانيشاليزيشن في الانترنال ريجسترز. واتفقنا من المره اللي فاتت ان الانترنال ريجسترز او كلمه ريجسترز عموما، هي ده معناها ان هو ده ادرس معين. الادرس دوت لما بغير الفاليوز اللي فيه بيغير لي حاجات معينه في الهاردوير، عن طريق ان هو متوصل مثلا ببفر، او متوصل بتراي ستيت بفر معين، فيغير لي شكل التوصيلات الداخليه، فيفتح لي بورتس ويقفل لي بورتس. يعني هو ممكن الريجسترز ديت مثلا يبقى فيها فاليو فتطلع لي على البورت زي ما هي، يا اما ان الفاليوز اللي فيها ديت تبقى كان هي السويتشات اللي على خط مثلا السته الحديد، بتفتح لي طريق وتقفل لي طريقين. تمام، زي ترانزستور كده، بس بقى ايه، ترانزستورز كتير قوي قوي قوي، ومعمولين بطريقه معينه، بحيث ان انت لما تحط بيت معينه في ريجستر معينه في ادرس معين، يقوم مغير لي تفصيله معينه في الخريطه بتاعه المايكرو كنترولر اللي انا شغال بيه.
ماشي، فهنغير شوية values في الاكترنال ريجسترز. ماشي، المفروض ان انتوا على الاي ار دوت هتبقوا نزلتوه، هتنزلوا نسخة اللي هي اللي بتبقى ليميتد عشان اللايسنس ديت بتسمح بان انت تعمل برودروم لحد 32 كيلو بايت، كيلو بايت تقريبا، فده هيقضينا يعني مش هنعمل حاجة صناعية يعني. قبل طبعا ما بتكتب اي حاجة انت بتنكلود لازم الهيدر فايل اللي فيه ال needed peripherals اللي عندي. فالمفروض ان انا البورد اللي عندي ده اسمها يبقى ليها هيدر فايل. ببساطة الهيدر فايل ده يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه الادريسز بتاعت كل ريجستر عندي، بحيث ان انا بدل ما افتح اشوف هو الريجستر اللي انا عايزه دوت الادرس بتاعه ايه، لا هو جايبه لي وعامل لي بوينتر عليه ومخليني ان انا لما استخدم اسم معين فيبقى انا كده بكتب على الريجستر على طول، فهو بيسهل عليا الموضوع في الفايل اللي هو دوت اتش ده. طيب بعد ما بحط الفايل الدوت اتش دوت علشان اعرف استخدم اسم الريجستر زي ما هو، طب اسم الريجستر بالظبط هعرفه هو مكتوب ازاي؟ بفتح الفايل دوت اتش وبدور على الريجستر اللي انا عايزه باسمه من الداتا شيت، وبلاقي اسمه زي اللي هو الاسم المكتوب ده اللي هو سيس سي تي ال ار سي جي سي جي بي اي او. ماشي، واحده واحده. انا لا، المفروض ان انا هبتدي اكتب في المين فانكشن الحاجات اللي انا عايزها. تمام، قبل الوايل لوب او الوايل وان اللي احنا بنعملها ديت، انا في الاول كل البورتس بتاعت المايكرو اللي عندي بتبقى باي ديفولت ديسيبلد، اتفقنا على ده اللي هو باي ديفولت بيبقى ايه، هي كلها مفصوله ومش عليها فاليو ومش واصل لها اصلا البالسز بتاعت الكريستال عشان الباور كونسامبشن بتاعي. فعشان استخدم الليدز والبوش بوتونز البورده نفسها عليها اون بورد يعني عليها ليدات وعليها بوش بوتونز، تمام، هتلاقيهم على بورت اف. فانا علشان استخدمهم محتاج ان انا اقول له والله بورت اف دوت الاول دخله معايا في الحسبه، وابتدي بقى اشوف هحط عليه هاي فين، اللي اخليه انبوت منه اللي اخليه اوتبوت زي ما بنعمل في الاردوينو، بس انا محتاج ان انا اقول له اصلا ايه شغال لي بورت اف. ماشي، بورت اف دوت علشان اشغله ببتدي ان انا باكتيفيت البوت بتاعت المايكرو كنترولر ووصلها لبورت اف. حلو، ده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل عن طريق الريجستر ده. فمثلا هنا اللاب شيت قايل لي اسم الريجستر وقايل لي الادرس بتاعه، وطالما انا عندي الفايل الدوت اتش فانا مش محتاج الادرس بتاعه، انا جاست هكتب الاسم بتاعه زي ما هو في الفايل الدوت اتش. وهبتدي ان انا على حسب بقى كل بيت من البيتس ديت هحط فاليو معين. ماشي، طيب دوت فين بقى في الداتا شيت؟ تعالوا نسيرش عليه. فانا مثلا لما هبتدي اسيرش، هو المفروض احنا هنسيرش عليه بنسيرش بالاسم ده بس اللي هو اللي في النص من اول ار سي جي، بس هنفترض ان هو في الاول احنا هنبتدي ندرب، هناخد ده الاول لوحده ده لوحده ده لوحده، نبتدي نشوف لحد ما نوصل للريجستر ده. تعالوا الريجستر اللي عندي الداتا شيت دوت قد ايه؟ ده 1411 صفحة. انا لازم ايه ابقى عارف ان انا، فهو هنعتبر ان احنا هو في اول صفحة خالص وبصير ابتدى يطلع لي اسمه من الايه من الـ table of contents اللي عندي، ان هو register رقم 60 general purpose input output run mode load didn't import اهوت، وبيقول لي offset 0x608. ايه offset 0x608 دوت؟ ده الاوفست من اول register عندي خالص، عشان لو انت شغال ببوينترز وعايز تبقى بتعدل فيهم عن طريق ان انت بتنكريمنت، فتبقى عارف والله ان هو انا بروح لانهي ريجستر وبعمل اوفست منه قد ايه، بضيف عليه 608 ف ده بالهيتس ديسمال طبعا طالما 0 اكس بي عشان اوصل للادرس ده. ماشي، تعالوا طيب نشوف بقى الريجستر ده تفاصيله فين. نقوم رايحين له في ايوه هنا، ده بيقول لي ده لما بيرست بتاعه بيبقى بيطل صفار والتايب بتاعه ار دبليو اي ار دبليو ديت اللي هي ريد رايت، وفي انهي بيج 340. تعالى نروح ادي رحنا بيج 340،
هتلاقي طول البيجز بتاع الداتا شيت تقريبا بالمنظر ده، اسم الريجستر شويه كلام عنه، بعدين المارس انا اسمي الريجستر اللي هو 32 بت، فاتفقنا خلاص ان الريجسترز اللي عندي في البورد ديت 32 بت، والبيتس اللي انا مهتم بيها هي اللي غيرها، الباقي دوت مثلا الرمادي دوت ده ريزيرفد، مش يعني مش مستخدم في حاجه بس متشال لبعدين، يمكن في ابديت تاني يحطوا بيتس تانيه تعمل وظيفه تانيه، بس هو هنا انا في الاخر بتعامل مع اول 6 بيتس يعني. ماشي، ادي ده المنظر الريجستر، بس خلص الموضوع صفحتين حلو بالراحه. ايه بقى بيقول لي ان الريجستر دوت بيخلي لي السوفت وير بتاعي يقدر ينيبل ويديس ايبل الجي بي اي او موديولز في الرن مود، يعني وانا شغال اعرف ان انا يا اما اشغل جي بي اي او انيبل الجي بي اي او يا اما هديس ايبل، مش هحط عليه هاي ولو، لا يا اشغله اصلا احطه في الاعتبار معايا يا اما ما اشغلوش. طيب لما بيبقى انيبل ايه اللي بيحصل؟ الموديول ساعتها بتاع الجي بي اي او دوت بياخد الكريبت وبيبقى ليا اكسس للموديول ريجسترز والدنيا زي الفل. طيب لما بيبقى ديسيبلد ايه اللي بيحصل؟ مش بيوصل له البالسز بتاعت الكريبت اللي عندي، ولما بتحاول تعمل اكسس للموديول ريجسترز ما بيعرفش، بيديني حاجه اسمها باس فولت، اللي هو الباس اللي هو زي الداتا باس كده اللي هو توصيله زي كونكشن اسمه باس، عشان هو بيبقى كذا بيت مع بعض في نفس الوقت كأنه مشترك كده، بيحاول يوصل ومش بيعرف. ماشي، وبيقول لي والله الريجستر دوت بيديني نفس الحاجه زي في الليدسي، كلمه الليدسي دي هتقابلوها برضو كتير، دي معناها ان دي كان نسخه قديمه من البورد وفيها حاجه بقت خلاص اوبسليت، بقت قديمه الليدسي اللي هي حاجه اسطوريه يعني، ان هي يعني حاجه قديمه، فهو بيقول لك والله دوت بيعمل ان الريجستر القديم دوت لو انت راجل قديم شويه كنت بتستخدمه نفس الريجستر ده بيعمل. ليه بيقول لي ده؟ ببساطه عشان لو انا عندي سوفت وير قديم وعايز اشغله فاعرف ان هو والله ممكن احط ديت او دي، او لو عندي بورد قديمه مثلا ما فيهاش الريجستر ده فبعرف ان انا عاوز ان انا استخدم الريجستر على حسب البورده بتاعتي متصنعة امتى وكده. ماشي، احنا لا مفترضين ان احنا الدنيا معانا اب تو ديت وبتاع، فاحنا مالناش دعوة بده، احنا بنشتغل على الايه؟ على الريجستر بتاعنا ايه؟ ده هنا برضو بيتكلم على الموضوع الريجستر القديم، نسيبنا من التفصيلة ديت دلوقتي، لو في وقت في الآخر ممكن نبقى نخش فيها ونشوف بقى نفهم ايه موضوع الـ legacy دوت، بس احنا دلوقتي ايه مش عايزينه خالص، وغالبا لو انت شغال مش هتقعد دلوقتي بقى الا لو في فيرجنز والكلام ده. طيب الست بيتس دول بيعبروا عن ايه ببساطه؟ احنا لسه مش عارفين، فنبتدي من ايه نشوف. ار او ديت معناها ريد اونلي، وار دبليو ديت معناها ريد اند رايت. ماشي، هنا اول عمود دوت بيقول لي البيت انهي بيت او الفيلد، فلو هي بيت واحده يبقى ده بيت الخامسه البيت الرابعه، وبيبدا عدد البيتس طبعا من الزيرو وبيوصل لحد 31 بتوتال 32 بيت. فيلد معناها ان هم كذا بيت مع بعض، فهنا مثلا من 6 ل 31 ديت ايه شويه بيتس، شويه البيتس دول هم ايه فيلد بالنسبه لي. ماشي، النيم كل بيت منهم بيديهم اسم، احنا اتفقنا دول خلاص ريزيرفد ودول ايه ريد اونلي، واحنا مالناش دعوه بيهم وما نستخدمهمش ومش عارف ايه، وقال لي دول الفيوتشر برودكتس، لو بعدين صنعنا وقلنا منهم حاجه نبقى نستخدمهم، غير كده يعني انساه. ماشي، ايه بقى البيتس اللي عندي؟ قال لي البيت الخمسه دي مثلا ديت ريد ورايت، اقدر اقرر الفاليو اللي فيها او رايت عليها، ريست ده معناها ان الفاليو عند الريست بتاعها في زيرو، الديفولت فاليو بتاعتها في زيرو، ده بيقول لي دي عباره عن ايه؟ الديستريكشن بتاعها جي بي اي او بورت اف ران مود لود ديدنت كنترول. ماشي، يعني ايه؟ يعني ديت بعمل بيها كنترول على التود، على البوابه اللي بتدخل لي البالسز بتاعت الساعه اللي عندي او البالسز بتاعت الكريستاليه اللي عندي في الران مود لبورت اف اللي هو الجي بي اي او. طيب فاليو ديسكريبشن الفاليوز اللي فيها دي بتعبر عن ايه؟ قال لي والله 0 معناها ان بورت اف ديسيبلد، 1 معناها ايه؟
ان انا هانيبل وهبروفايد للتوتال جي بي اي او بورت اف في الران مود. فاحنا هنا لو عايزين احنا نانيبل بورت اف عشان نشتغل معاه، فبمنتهى البساطه كل اللي احنا عايزينه ان احنا نحط البيت ديت واحد ماشي، الباقي عباره عن ايه؟ واحده البورت اي، واحده البورت دي، واحده البورت سي، واحده البورت بي، واحده البورت اي. فمنطقي يبقى هما ايه؟ 6 بيتس لستة بورتس عندي. ماشي، تعالوا نروح للاب شيت تاني. اللاب شيت ادي هو ده الادرس، وادي الست بيتس بتوعي، وادي الاسم بتاع الريجستر. قام عامل لي هنا ايه حاجه لطيفه خالص، يقول لي ايه؟ بيقول لي والله الريجستر دوت اور اتوال، وحط لي الفاليو اللي هي. طيب تعالوا نشوف ده. انا فتحت نوت باد اكتب فيها، شايفينها؟ حد شباب سامعني؟ اه مش مهندس والله. ماشي. اور ايكوال ديت معناها ايه؟ اللي هي بالظبط كانها ريجستر بيساوي نفسه معمول له اورنج مع الفاليو دي. طيب لما انا اعمل اورنج الريجستر مع فاليو معينه، الاورنج اصلا بيعمل ايه؟ لو انا عملت اورنج مع زيرو يبقى الفاليو اللي هتتحط هتبقى ايه؟ زي ما هي اتسلف. لو عملت اورنج مع 1 يبقى الفاليو اللي هتتحط ايه؟ 1، بغض النظر عن الريجستر كان فيه ايه. فميزه الاور ان هو بيعمل ايه؟ ان هو لو انت قبل السطر دوت قلت معدل تعديله تانيه على الريجستر ده ما يلغيهاش. يعني تخيل مثلا ان انت قمت عامل زي السطر، السطر التالت ده، قلت لي والله الريجستر دوت حط لي فيه الفاليو دي، عشان الفاليو ديت لما تيجي تحولها لهيتس ديسيمال هتلاقي ان اخر 8 بيتس على اليمين عباره عن 0 0 0 اللي هو ادي 1 2 3 4 5 6، البت السادسه اللي هي الرقم بتاعها 5. يعني لا احنا بنعد من 0 0 1 2 3 4 5 احسن. البت ديت حطها لي بان عشان اشغل بورت اف، مش ده الهدف؟ حلو. طيب لو انا قبل دوت كنت في حته معينه في البروجرام قايل له فاليو تانيه بحيث ان انا كنت عايز اشغل بورت ايه، فانا لما بعملها له بالمنظر ده يساوي انا كده شغلت بورت اف وطفيت باقي البورت، فانا مش عايز ده، لا انا عايزه يغير لي في البيت اللي انا عايزها بس ويسيب لي بقيه البيتس انا تشين بيت. طيب عشان اعمل ده، علشان اقول له بتايه معينه اعملها لي ست وباقي البيتس سيبها لي انا تشين بيت. ست يعني انا عايزها 1، فانا ببساطه هقول له والله انت تعمل لي اور اوبريشن، اورنج اوبريشن، البيتس اللي انا مش مهتم بيها اللي انا عايزها تبقى انا تشينجد اعملها لي اور مع زيرو. فاي حاجه اور مع زيرو بنفسها، زيرو اور مع زيرو بزيرو، 1 اور مع زيرو ب1. اما البيتس اللي انا مهتم بيها عايز اعمل لها ست، عايز اخليها ب1 فاعملها اورنج مع 1، فاي حاجه اور مع 1 ب1. عشان كده دوت ايه ميزه ان انا اعمل ايه الاورنج اوبريشن، ان انا بقول له والله نشوف الفاليو اللي فيه ايه واعملها لي اورنج مع ده. فدوت هيعمل لي ايه؟ دوت هيقوم يعمل لي ست للبت نمبر 5. ده يا ست ماشي، فده ايه اول سطر. طيب انا لما بعمل initialization بالمنظر ده البورت بيشتغل على طول، اقدر في السطر اللي بعده على طول اقول له والله حط لي على بورت اف دوت خلوا لي انبوت او اوتبوت وبعدين راضي من عليه. قال لي لا. ليه؟ قال لي والله المايكرو كنترولر الكريستاليه بتاعته بتعوز كذا سايكل لحد ما تقدر ان هي تنيبل بورت اف وتسستين ويبقى ستيبل وتبقى الدنيا حلوه. ماشي، فده معناه ان انا عايز ايه؟ عايز استنى لحد ما اطمن ان بورت اف تشتغل. طيب عشان استنى لحد ما اطمن ان بورت اف اشتغل
اعرف منين ان هو اشتغل؟ قال لي بص، اولا عشان استنى فهعمل وايل لوب. الوايل لوب ديت هتفضل حبساني لحد ما في فاليو معينه تتغير تقول لي ان الاف بورت دوت اشتغل. طيب دوت بيبقى فين؟ قال لي في ريجستر اللي هو بي ار جي بي اي او، ده دوت هروح ابص فيه واشوف والله الفاليوز اللي فيه عباره عن ايه، واشوف لما الفاليو بتاعته معينه تعبر لي عن بورت اف خلاص انيبلد وسستيند وستيبل، ابتدي ان انا اخش على الخطوه اللي بعدين. الوايل لوب دي بتعمل ايه ببساطه؟ بتقول لي والله طول ما الـ واضح ان هو خلاص احنا اتعودنا. لو انا برضو دي نقطه تانية، تعالوا ناخد دوت ونشوف. وايل بالمنظر ده، اولا ده وايل لوب فاضي اهو ماشي. هو يعني يا دي يا دي، هو ليه عامل ايه؟ ماشي، هو انا يعني يا اما احط الكيرلي بريسز ديت، يا اما احط السيمي، مش احط الاثنين، هما الاثنين دول بس. ماشي، ده معناها ايه؟ دي لوب فاضيه. اللوب فاضيه دي هفضل فيها امتى؟ طول ايه؟ طول ما ايه اللي حاصل؟ طول ما الفاليو دي بتساوي زيرو. طيب يعني ايه الفاليو ديت بتساوي زيرو؟ يعني البتايه الخمسه في الريجستر ده، خلي بالك ده مختلف عندك، في الريجستر ده لسه ما بقتش 1. طب انا عرفت منين ان الحته دي معناها ان البتايه الخمسه ما بقتش 1؟ خلونا نشوف. الاند بتعمل ايه؟ اي حاجه اندد مع 1 بنفسها، اي حاجه اندد مع زيرو بزيرو. فببساطه انا لما عملت الاند بتاع الريجستر مع الفاليو دي، فالاندد مع زيرو بزيرو خلاص، فاي بت هنا انا مش مهتم بيها الفاليو اتغير فيها عامل ازاي في الريجستر، الا بتايه واحده بس اللي هي البتايه الخامسه اللي هي ايه قصادها محطوطه الـ2. البتايه الخامسه دي لو هنا ب1 فهي خلاص هنا اندد مع 1 يبقى هيطلع لي 1، لو هي بزيرو يبقى هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 0 0 اندد مع 1 ب0. فهي بتطلع لي دايما اتسلف. فانا خلي بالك في فرق بين ان انا بست بحط فاليو، وفي فرق ان انا عايز اقرا فاليو، عايز اقرا فاليو بتاية معينه بس مش عايز الريجستر على بعض. فانا هنا مثلا ما ينفعش، دي برضو نقطه مهمه، حد تاني ممكن يسالني يقول لي طب ما احنا ممكن نعمل خمسة، سيبك بقى من يساوي يساوي زيرو ده، وقول لي لو الريجستر البتاية الخمسة اللي فيه، لو الريجستر البتاية الخمسة اللي فيه بون، أقول لك أنت هنا برضو نفس الموضوع، افترضت إن هي ديت البتاية الوحيدة اللي بون. طب افرض واحدة تانية بون، هتلاقي الفاليو دي متغيرة، فأنت هنا مش ده اللي أنت عايزه. فهنا ميزة ده إن هو بيقول لي إن أنا مهتم في الحتة دي بإن أنا أعرف الستيت بتاعت بتاية واحدة بس، الباقي بالنسبة لي هو دونت كير undefined، مش مهتم بيه، يتغير زي ما اتغير في الآخر، يتغير زي ما اتغير هيبقى طول له وحيد الريجستر مع عدد البتاية الخمسة في الآخر، الوحيد دي ended مع زيرو هتديني زيرو، فمش هتغير لي حاجة في الريزلت. اللي الحالة الوحيدة اللي هتتغير لو البتاية الخمسة هنا بقت واحد، فاه هتبقى ended مع البتاية الخمسة اللي هنا اللي بواحد، فهتطلع لي واحد ساعتها. الشرط بتاع الوايل لوب مش هيتحقق، فهطلع من الوايل لوب واشوف السطر اللي بعده. فده معناه ان البتايه الخمسه لما بتبقى بون اقوم ايه طالع السطر اللي بعده. ماشي، تعالوا نشوف الريجستر ده بنفس الطريقه في الداتا شيت. ريجستر داتا شيت سيرش بالاسم اللي في النص. تعالوا برضه نطلع من الاول خالص عشان نشوف لما انت هتسيرش. قال لي والله ده ريجستر رقم 108 جنرال بيربز انبوت اوت بوت بريفرال ريدي. ده عباره عن ايه؟ ان هو بيقول لي الجي بي اي او بريفرال ريدي ولا لا، والاوفست اتفقنا ايه الاوفست اللي هو العنوان من اول ريجستر عندي خالص عشان هو شغال ببوينترز، فهدي له الفاليو دي وراح دماغي. ماشي، تعالوا نشوف تفاصيل نفس التيبل ده، بيقول لي هو عباره عن ايه بقى؟ التاني كان ريد رايت، ده ايه؟ ار او ريد اونلي.
يبقى دوت انا مش فاليو اعرف ورايتها، وده منطقي لان هو بيقول لي ستيت، بيقول لي والله انا جاهز ولا لا، فما ينفعش اقول له انت جاهز دلوقتي غصب عنك، ما ينفعش، مش منطقي. وادي الريست فاليو بتاعته ان هو ايه، بيبقى طول الوقت صفر، يبقى هو مش هيبقى بون الا لما يبقى ريدي. ادي ثانية ركز، لا مش هو ده، ده هو دوت متقال في صفحة ريجستر تاني، احنا اتفقنا ان هو تاني داتا متام من الصفحة اللي قبلها 108 صح؟ اه 108، فاحنا عايزين نروح في الريجستر 108، يعني نروح للبيج على طول يا اما 108 ريجستر 108. ماشي، بيقول لي ايه، تعالوا نقرا برضو باللغة بتاعت الداتا شيت علشان عشان نبقى متصورين الدنيا عاملة ازاي. بيقول لي البي جي البي ار اللي هو البريفرال اي دي جي بي اي او ريجستر، بيقول لي والله الويزر الجي بي اي او موديولز ار ريدي تو بي اكسست باي سوفت وير فولوينج ذا تشينج ان ستيتس الباور. انت دلوقتي شغلت لي الكريستاليه وصلتها في الخطوه اللي قبلها، في تشينج في الستيتس الباور، فلما التشينج ديت اتغيرت وصلنا باور، وصلنا الدنيا للبورت اف، عايز اعرف هو اشتغل ولا لا. فبيقول لي التشينج از ممكن تبقى في الستيتس باور او الران مود ثريتند زي اللي احنا عملناه، او الريسبت، ثلاث حالات، يا اما انا لسه بشتغل في الاول خالص، يا اما ان انا عملت الران مود ثريتند زي الخطوه اللي فاتت، يا اما في الريسبت. والله بيقول لي الران مود ثريتند تشينج از انيشيتد لو الريسبوندنت، ماشي ده احنا عملناه الخطوه اللي قبلها. انا سيت التشينج از انيشيتد لو، ماشي ده برضو احنا ما استخدمناهوش، بس هو في الاخر يعني هو بيقول لي لو انت غلطت في الريجستر ده او في الريجستر ده، ففي الحالتين دول هتعوز ان انت ايه، تبص على الريجستر ده وتشوف والله الحاله بتاعت البيت ديت. البيت هتبقى كلير لو اي واحد من اللي فوق دول لسه يعني هيتعمل، بس لسه هتبقى كلير لو، يعني هتبقى زيرو لو هي لسه ايه ما اشتغلش تمام. نفس الموضوع برضو بنفس الستة بيتس زي التاني، والله الموضوع ابتدى يبقى فاميليار، هو واضح ان الدنيا لطيفة. ادي البتاية الخامسة، خلاص احنا عرفنا ان احنا عايزين نروح لها على طول، ريد اونلي جي بي او بريفرال ريدي، والله زيرو لو هو نوت ريدي فور اكسس. وان لو هو ريدي فور ايه؟ فور اكسس. ماشي، فاحنا هنستنى لما يبقى بون، ده اللي احنا عملناه، يبقى حلو خالص. احنا في صفحتين اهوت او اربع صفح قريناهم من ال 1400 صفحه بتوع الداتا شيت عشان نعرف ايه احنا عايزين ايه بالظبط، فالموضوع بسيط ما يعقدش. ماشي، بيقول لي والله الليتس الليت دات اللي عندي بتاعت الديفا سي واصله على بنز 1 و2 و3. ماشي، بنز 1 و2 و3 دول فين في بورت اف؟ حلو، بيقول لي دول باي ديفولت مقفولين. يعني ايه مقفولين؟ يعني انت مش هتعرف تغير الفاليو بتاعتهم او تتعامل معاهم الا لما في حاجه اسمها نوت ريجستر، ديت انت بتروح تحط فيها فاليو معين، دي تعقيده يعني زياده، خطوه زياده غالبا في المايكرو كنترولرز الابسط ما بيبقاش فيه كل ده. يبقى انت بتخش على طول تقول له انا عايزك انبوت ولا اوتبوت، بعدين تقول له حط لي هاي ولا لو او اقرا لي انت هاي ولا لو بس. اما هنا احنا عملنا كام خطوه، خد بالك عملنا الخطوه بتاعت ان انا بعمل له انيبل اصلا، بعدين الخطوه بتاعت ان انا مستنى لما اطمن ان هو خلاص انيبلد. طيب هو انيبلد بس محطوط في الخزنه ومقفول عليه، فهبتدي افتح عليه من الخزنه. طيب تعالوا نشوف التفاصيل بتاعت البورت اللوك المعمول اللي عليه دوت. فادي اسمه ايه، بورت اف، ده الريجستر اللي عندي، في واحدة البورت سي، واحدة البورت دي، واحدة البورت اف. وقايل لي الفاليو اللي المفروض ان انا اكتبها في كل واحدة فيهم علشان ايه، افتح القفل دوت. اهو يعني ادي الادرس بتاعي بتاع البورت بتاع اللوت المناظر للبورت اف، يقول لي والله لو انت هترايت الفاليو ديت هيفتح، اي فاليو تانية هيقفل.
طب هو اللي يعمل دي عشان لو في اي نويز في اي بتاع الدنيا تقفل، الا لو هو مطمن ان الفاليو ديت بالظبط هي اللي متكسره. طيب لو انا هقرا الفاليو اللي عليه بيقول لي ان انت هيديلك، لو انت هتقرا غير لو انت هترايت، هتقرا يعني هتقول له والله اعرض لي دوت مثلا الفاليو اللي فيه قد ايه، فبيقول لي لو هو مقفول هيديلك 1، لو مفتوح هيديلك 0. يبقى انا هنا لو انا عايز اعمل تشيك على الوايل لوب مثلا عرفت هعملها ازاي، لو لا يبقى خلاص انا جاست بس ايه حط الفاليو ديت عشان افتح الاف ده. ماشي ادي الفاليو اهي، تعالوا برضو نبص على الداتا شيت نعمل دي بعدين ناخد اسئله. مش ما لقيناهوش لما دورنا بالاسم اللي في النص اهو، تعالى نحط ماشي. المحاولة اللي بعدها ان احنا نحط جي بي اي او والبورت ونشيل الحرف الاف بتاعت الاف والسي والدي في صفحة واحدة. هنلاقيها هلا غالبا ما لقيناش. ماشي نشيلهم كلهم نسيب كلمة لود بس وندور. لا ابتدى بقى، لا لود فاهم حاجات كتير ملهاش دعوة، ممكن نمشي معاها حبة ولقينا حاجة تمام، لو ما لقيناش يبقى احنا مش بندور بطريقة سمارت. واضح ان هي مش احسن. احنا ممكن بس نروح للصفحة اللي فيها ريجسترز اللي هما مخصوصين وندور فيهم. أيوة من أولها ندور فيهم أدي ريجستر. عايزين حد اسم الريجستر نفسه فيه الايه الكلمة. ايوه ريجستر 2019. جي بي اي او ده ومفهوش بقى مش تكتب لي ايه بقى. يبقى احنا عرفنا ان احنا في ريجستر 19 ده اللي احنا عايزينه. نروح لريجستر 19 اتفقنا ان هو اسمه ايه خلاص بقى. ده كلمة في النص كده، لا احنا عايزين صفحة مكتوب فيها فوق ريجستر 19 مكتوب فيها الفاليوز اللي عندي. هو ده اه ماشي. ايوه هو ده المنظر اللي احنا بندور عليه ده. ماشي نقرا برضو باللغه بتاعته ونشوف بيقول لي ايه. بيقول لي الجي بي اي او ريجستر ده بي انيبل رايت اكسس للجي بي اي او سي ار ريجستر. هنشوف لسه الجي بي اي او سي ار ريجستر ده وده كنترول ريجستر بتاع الجي بي اي او. ماشي بيقول لي ايه بقى، بيقول لي رايتنج الفاليو دي بالظبط للريجستر ده بتفتحه تمام زي ما مكتوب في اللاك شيت. اي فاليو تانية بتري انيبل اللود ستيت، يعني ايه بتقفله في الاخر. ده لازمته ايه؟ ده عشان لو انت
الريجستر اللي عندي انت عامله اربط خلاص، وعامل حسابك ان هو اربط، ما يجيش في النص يحصل اي غلطه تقلبه لي انبوت وتحرق لي الدنيا بس. فانا عايز ان ما يعني ايه يبقى عامل زي مثلا انذار الحريق محطوط ورق ازاز او مقفول عليه بمفتاح معين، بس بحس ان هو بيصعب لي الخطوه. طيب دوت لو انا قريت، طيب لو انا هقرا منه المفروض انا هقرا الفاليو دي فاعرف ان هو مثلا مفتوح. لا قال لي لما بتيجي تقرا انا بدي لك الاستيتس بتاعته، مش بدي لك ال 32 بيت فاليو اللي فوق دي. فوالله لو انت هتقرا منه فساعتها لو هو ب1 يبقى معناه ان هو مقفول، لو هو ب0 يبقى معناه ان هو ايه مفتوح. لو هو لو الرايت اكسس ديسيبلد او مقفوله بمعنى اصح، فدوت معناه ان انت لما تقرا من عليه هيبقى هيديني 1، لو مفتوح هيديني 0. ماشي، هتلاقي هنا طيب هو باي ديفولت المفروض يبقى مقفول، يبقى باي ديفولت المفروض تبقى دي الفاليو. فهتبص هنا كده هتلاقي الريسيت فاليو بتاعته، اه والله الريسيت فاليو بتاعته بون. يبقى الريجستر ال 32 بت دوت الديفولت فاليو بتاعته بون، عشان ايه؟ هو قافل لي كل ال 24 بورتس اللي عندي. ماشي ماشي. طيب ادي هو الديسكريبشن بتاعي ايه، وادي الفاليو اللي هي بتفتح لي ان انا اعرف اغير في الجي بي اي اوتوميت ريجستر، واي فاليو تانية بتقفله. طيب لو انا هقرا منه من عليه مش هرايت ده هريت، فوان معناها ان هو مقفول ان هو قافل الجي بي اي او سي ار ريجستر، زيرو معناها ان هو ايه مفتوح او تقدر ان انت تعدل عليه، وهتلاقي بعدها بيقول لي الجي بي اي او سي ار ريجستر. ماشي، في بقى تفصيلة مهمة ولطيفة، فاكرين احنا كان في حاجة اسمها اوفست؟ ايوه ايه، شايفين الاوفست ده؟ الاوفست دوت معناه ايه؟ معناه ان انا الريجستر دوت بالنسبة لي عندي معمول الاوفست قد ايه من اول ريجستر. حلو، اول ريجستر في ايه؟ على حسب البورت. دي بقى بتسهل عليا الموضوع، ان انا لو انا عايز اعمل نفس الاوبريشن على كذا بورت وفي ريجستر معين عايز اعمله، فهو مرتبهم لي بالترتيب. يعني الريجسترز اللي لنا دعوه مثلا بالجي بي اي او بتاع بورت ايه مترتبين بنفس الترتيب بتوع بورت بي، نفس الترتيب بتاع بورت سي، نفس الترتيب بتاع بورت دي. فيبقى انا جاست بس عشان اغير البورت بغير الادرس الاولاني، لكن الاوفسيتس اللي عندي واحده. انا مثلا لو انا بتعامل مع بورت ايه، سيبك من الاي بي بي اتش بي دي هنقول عليها بعدين، يعني فور سمبلستي دلوقتي، لو انا بتعامل مع بورت ايه فبورت ايه ده الادرس بتاعه. طيب انا عايز اروح للقفل بتاع التومت ريجستر بتاع الجي بي اي او، فعايز اعرف الادرس بتاعه ايه، يعني عايز اعرف الجي بي اي او بتاع بورت ايه، يبقى الادرس ده بلس الاوفسيت ده. طب بتاع بورت اف الحاله بتاعتنا يبقى الادرس ده اهو بلس الاوفسيت. واحنا اتفقنا ان احنا كده شغالين بالفايل دوت اتش اللي في الاول اللي فيه الادريسز اللي فيه الادريسز، وهو مسهل عليا الايه الموضوع ده. تعالوا نروح للداتا شيت كده، سوري للاب شيت، تلاقي هنا اهوت بيقول لي انا خلاص حطيت الفاليو هنا وتمام. ابتدى بقى يروح للتومنت ريجستر. قبل بس دي انا عايز اسال حد عنده اسئله، حد هنا الدنيا واضحه ولا ايه؟ حد في اسئله؟ نخش في اللي بعده. ماشي نخش في اللي بعده. ماشي، المفروض بعديها عايزين نعمل ايه؟ عايزين نروح للايه؟ للكوميت ريجستر اللي عندي، نشوف بقى ايه الفاليوز اللي فيه. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله ديت الادريس بتاعتي دوت عند بورت اف في اتنين ريجسترز مهتم بيهم، الدايركشن ريجستر والكوميت ريجستر. هو بيقول لي انت عايز تظبط الدايركشن بتاع البن، يعني لو مثلا ليدز فانا عايزهم يبقى اوت، لو باتنز عايزهم يبقوا انت. طيب
اعمل ده ازاي؟ قبل ما نشوف بس نعمل ده ازاي، تعالوا نشوف التوصيلة هنا عندي عاملة ازاي. بيقول لي الباتنز اللي عندي على البورد متوصلين على بين 0 وبين 5، بين سوري بين 4، بين 0 وبين 4 في ايه، في بورت اف. فبين 0 اهي اللي هي البي اف 0، وبين 4 فين؟ بين 4 اهي بي اف 4، دوت واصل على بوش بوتون ودوت واصل على بوش بوتون تاني او بوتون تاني. سوري الليدز واصلة على ايه؟ واصلة على البنز 1 و 2 و 3، 1 و 2 و 3، 1 و 2 و 3 ماشي. ريلاتيف لدوت يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلي 1 و 2 و 3 دول اوت، عايزين نخلي 0 4 ولا انت ماشي. واحدة واحدة بقى، يبقى احنا عايزين نحط فاليو معينة في الايه، في الدايركشن ريجستر اللي عندي. بس في قبلها حاجه اسمها ايه، كوميت ريجستر عندي. تعالوا نشوف الكوميت ريجستر وبعدين نشوف الدايركشن ريجستر وبعدين نشوف اخر حاجتين تانيين علشان نبتدي ان احنا نقدر نقول ان احنا نقدر دلوقتي الموديول عندي شغال. فتعالوا ادي ايوه جيزو اي اوتوميت. ايه التوميت ريجستر دوت؟ بيقول لي ببساطة، هو بيقول لي ان اي فاليو قديمة في الانيبل او في البي دي ار اللي هي بول داون ريزيستنس او البول اب ريزيستنس او السلكت اللي عندي بيصفرها لي من الاول خالص وما بيهتمش باخر فاليو تاني فيه، هو كانه بيرجع لي الستيت لاولها خالص. طيب عشان نفهم دي خلينا الاول نشوف ايه البول اب ريزيستنس، الانترنال بول اب ريزيستنس والبول اب البول داون ريزيستنس، بعدين نروح لهنا تاني ماشي. هو في الاخر هو عايز يعني يقول لي ان هو على حسب الفاليو اللي فيها، فهي لو زيرو يبقى انت ما تقدرش تكتب على الريجستر على البيتس، لو هي بوان يبقى تقدر تغير فيه. او عشان بالاخر عايز ايه، مش عايز تبقى انت موصل مثلا او خطوه معينه في السوفت وير والدنيا واصله وتبقى حاطط لي بول اب ريزيستور ومره واحده حاطط لي بول داون ريزيستور، ايه اللي هيحصل في حاله زي دي؟ الدنيا هتتحرق، هتعمل شورت. فهو المفروض ان دوت التايب يعني هو ريد اونلي، يعني انا جاست هقراه تمام او هرايت عليه امتى على حسب دول اقدر اغير فيهم ولا لا ماشي. فتعالى هنا يقول لي والله الريجستر تايب الديفولت بتاع التوميت ريجستر دوت ان هو ريد اونلي ماشي ممكن، ما عدا ان ام اي بن ماشي سيبنا من البنز دي بنز سبيشال. اتعود دايما وانت بتقرا في الداتا شيت لو لقيت حاجه مش فليت اللي انت عايزه عديها علشان ما تلاقيش نفسك تهت وحسيت ايه ده بيج 1300 ايه اللي حصل لهم كل ده وعمال تروح ما بين البيجز ومش عارف انت عايز ايه. ماشي 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 احنا دوت مش عايزينه، ودوت برضه احنا مش عايزينه، احنا بس عايزين نعرف الفاليوز ديت. تعالى نبص على اللاب شيت كده تلاقي والله ان هو حاطط لي التوميت ريجستر اللي عندي 1F. 1F ديت معناها ايه؟ معناها ان هو والله حط لي ايوه الريجستر اهو ادي 1 وادي الاف الاربعه وحاجه. بالنسبه لايه؟ لبورت اف. ده معناه ان انا والله اقدر ان انا اغير بقى في الدايركشن، اغير في ال الأربعة بيتس اللي هو هنا قايل لي عليه، الإنيبل والبول أب ريزيستنس والبول داون ريزيستنس، وإحنا تاني هنتكلم عنه بعدين مش عايزينه ماشي. تعالى برضو هو دول معمولين مين يعني لحاجة اسمها جي داد وبتاع عشان الديبجنج سوفت وير والحوارات دي، بس في الاخر انا كجي بي او عشان اعرف استخدمهم محتاج ان انا ايه
ابقى اخلي الفاليوز بتاعتهم 1 عشان افهمه ان انا والله ايه ال 1 ديت معناها ايه، ان انا اقدر اكتب عليه، اقدر اعدل في البيتس. ده بورت اف بعيد عن الايه، عن الجي دات والاس دبليو اي والحاجات دي، فهي جاست بس احنا هنقوم حاطين ايه البورتس اللي عندي اصلا، حاطين لي فيها الايه الفاليوز دي عشان تفعل لي البنز دي. البنز ديت اللي هم اول ايه 5 بنز اللي هم 0 1 2 3 4، قلنا 0 4 هم البوش بوتونز، و1 و2 و3 دول اللي هم الايه البيتز اللي عندي. ماشي. فده سطر. ماشي. اللي بعديه بقى البورت اف دايركشن. اتفقنا خلاص ان انا لما بدور بشيل حرف الاف والاندر ستور وهقول له مثلا بورت دي اي ار على طول، او جي بي اي او دي اي ار، اما فيش بورت اف جي بي اي او دي اي ار. تعالوا نبتدي نتست ده. ادي جي بي اي او دي اي ار، اهو قال لي والله دوت في الجنرال بيربز انبوت اوتبوتس، والاوفسيت بتاعه 400 بالهيتسا يعني طبعا، دوت الريجستر التاني. حلو. يبقى اقوم رايح ده صفحة ايه 663، اقوم قايل له والله تعالى ادي اهو الريجستر ده. عبارة عن ايه؟ عن حاجة اسمها data direction register. لما بست بداية معينة في الريجستر دوت، فالبنية المناظرة ليها البورت بيخليها لي اوتبوت. يبقى الوان معناها ان هي اوتبوت، لو هي زيرو معناها ان هي ايه انبوت. باي ديفولت كل البيتس كلير، يبقى باي ديفولت كل البيتس انبوت. ماشي. حلو. فين البيتس اللي عندي الافيلابل؟ قال لي والله البورتس اللي عندي سواء اي او بي او سي او دي او اي او اف، اكبر رقم بنز لكل بورت فيهم يعني بورت اف مثلا، لا كان اقل من 6 تقريبا، لا مش 6 يعني، المهم ف يعني اعلى رقم بنز لكل بورت فيهم هم 8، فمن 0 ل 7 ده اللي انا عايزه، ومن 8 ل 31 دوت طبعا ده ريزيرفد وملوش لازمه. ماشي. على حسب الفاليو اللي انت تحطها، ده طبعا ريد ورايت، وحسب الفاليو اللي هتحطها هيخليها لي انبوت او هيخليها لي اوت. بس في حاجه تاني؟ لا مفيش والله. طيب تمام زي الفل. انا هروح هنا واقوم حاطط له فاليو معينه في ال direction register، هتبقى عباره عن دي. طيب دي عباره عن ايه؟ تعالوا نشوف. دي فاليو احطها زي ما هي، ده اوبشن ان انا اكتبه بالطريقه دي. ده عباره عن ايه؟ اي الاي ديت اللي هي عباره عن ايه؟ يعني ده تعالى نحوله كده لهكسادسيمال، ادي 4 اصفار، والاي عايز احولها ده عباره عن ايه؟ عباره عن 1 1 1 0 عشان هي قبل الاف. الاف كده شيل من الاف 1 اهي. طيب فدي عباره عن ايه؟ عباره عن الثلاث 1 بتوع الثلاث للدات عندي بين 1 و 2 و 3، والاصفار عند الباقي اللي هو الديفولت بتاعها. فانت دلوقتي قلت له والله الديفولت سيبه ديفولت بما فيه البوش بوتونز اللي هم انبوتس باي ديفولت، واعمل لي سيت بس بالثلاثه بيتس بتوع الليدز. دي طريقه. ماشي. دي الطريقه الوحيده. قال لي لا انا ممكن اسيت ازاي بيتس معينه بطريقه اسهل، ان انا اقول له والله اعملها لي اور مع ثلاث حاجات معمول لهم اور. ايه الثلاث حاجات اللي معمول لهم اور؟ احنا اتفقنا الاور ايه؟ بيست او بيخلي الحد زي ما هي. ال1 متشفته، انت عايز هنا البت الكام؟ الاولانيه، عشان دي البت الزيرو، هي دي الزيروز بت وديت الفيرست بت سكند بت التالي. فالبت ديت متشفته كام بت من دوت؟ بتايه واحده بس، فدي 1 متشفته. البتايه دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1 متشفته مرتين، 1 متشفته مرتين.
دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 1 متشفت 3 مرات، أدي 1 2 3، دي مناظرة ويعني وليدبل وسهلة قراءة زي إيه؟ وبالتالي إيه تعرف تعدل فيها. في ناس أصلا كمان بتقوم مسهلة على نفسها وبتبقى أصلا في الفايل ال دوت اتش اللي مثلا ديفاين بين 0 0 هاش ديفاين بين 1 1 وهكذا، فهيقوم هنا مثلا دوت يبقى انا فاهم ان هو هيقوم عامل لي بين 1، ده هيقوم عامل لي بين 2، فتبقى ريدبل، تبقى سهل ان انت ايه تفهم ايه اللي بيحصل بين 3. يا اما تعمل فانكشن بتسيت وبتريزلت، هنشوفها دي بعدين هنخليه ايه دي في الاعتبار. ماشي، دوت الدايركشن كنترول ريجستر اللي عندي. حلو، بعد ما عملنا الدايركشنز بيقول لي ايه؟ بيقول لي بص طالما هتستخدم الباتونز اللي عندي فاحنا اتفقنا، يعني كان حد اخدناها في كذا مادة اللي هو ان احنا زي الانترو مثلا تو ميكاترونكس، ان هو احنا عندي بوش بوتونز ما ينفعش اوصلها وخلاص. ليه؟ عشان هيبقى عندي حالتين، يا اما هاي يا اما فلوت، او لو البوش بوتون لما بدوس عليه بيوصل للزيرو فيبقى يا اما لو يا اما برضه فلوت. انا مش عايز ده، انا عايز لا عايز ان هي تبقى يا اما لو لما ادوس على البوش بوتون يا اما هاي. طيب عايز اضمن ان هو وانا مش دايس يبقى البنايه اريا هاي، اعملها ازاي؟ اشدها لفوق باي ديفولت، لاني شددها بستريند او است، فيبقى في بول اب ريزيستور. البول اب ريزيستور دوت بيخلي لي باي ديفولت اللاين دوت عليه 5 فولت، الا لو انت قمت موصل دايركتلي على 0 فولت فما يبقاش عندي الايه الفلوت. ماشي، فبانيبل البول اب ريزيستور دي ازاي؟ هوصلها من بره؟ لا، قال لي عندي انترنال بول اب ريزيستور هو حاطها لي على البورد. دي حاجه برضو مش هتلاقيها كتير في معظم البوردات الصغيره، حاططها سوري على الاي سي هي نفسها مش على البورد حتى، طالما احنا بقدر اغير فيها في الريجستر فهي في الاي سي نفسها، في المايكرو كنترولر نفسه، في الشيب نفسها. فادي عندي البنز كل واحدة مناظر ليها البول اب ريزيستور اللي انت عايز تشغله قدام. ماشي بالراحة، الفاليوز اللي حطها لي حط لي الفاليو دي، واضح كده الفاليو دي لما اجي افردها هتبقى عبارة عن ايه؟ 0 0 0 0 وبعدين 1 1 ديت سوري 0001 و0001 برضه. فواضح ان هو البتايه 0 والبتايه الرابعه اللي هما المناظرين البوش بوتون اللي عندي حط فيهم 1 عشان يعمل لي ايه؟ انيبل للبول اب ريزيستور بتاعها. يبقى من غير ما ابص في الداتا شيت انا فهمت ان ايه؟ ان انا لما بحط 1 في الريجستر ده فدوت معناه ان انا ايه؟ ان انا عملت انيبل ان انا عملت انيبل للبول اب ريزيستور. تعالوا بقى نروح واحنا ايه مطمنين ونقرا دوت. اتفقنا انا بدور بالجي بي اي او بالايه والبول اب ريزيستور عشان يتم بورت اف دي، ادي جي بي اي او. احنا رايحين بقى في الداتا شيت وصلنا ان احنا ايه بندور فيه واحنا عارفين ايه اللي هيطلع لنا اصلا. بدور في الداتا شيت والله دوت لا تنتهي على الصفحة اللي قبلها. بنفضل ايه نسيرش لحد ما يطلع الشات اللي انا عايزه، اللي هو يا اما التيبل يقول لي الريجستر دوت لا تنتهي، يا اما يطلع لي الشيت. هو عند ايه دي تقريبا الصفحة 377. بول اب ايه سبلت اللي هو بيختار لي البول اب ريجستر ولا لا.
وقال لي في حاجه اسمها بول اب سيلكت وعندي بول داون سيلكت، لو انت عايز تشغل البول داون ريجستر اللي هي باي ديفولت بتبقى شده لي اللاين لو هو فلوت خليه لي جراوند، إلس لو انت دايس على البوش بوتن يخليه لي هون. ماشي. بيقول لي ايه؟ قال لي والله خلي بالك في سبيشال في تفصيله هنا زياده للباقي البورتس وبتاع، تعالى انا اعدي عليها كده طالما طلع على الريجستر ده سهل استفيد يعني. فبيقول لي ان التيبل اللي تحت دوت في سبيشال بريزنتيشن جي بي اي او بنز، يعني نفس الجي بي اي او ديت ممكن تستخدمها عادي وممكن تستخدمها للنون جي بي اي او فانكشن، يعني هي نفس البنز ممكن تبقى جي بي اي او زي كده الاردوينو بيبقى كان فيه بنز مثلا ممكن تستخدمها ديجيتال اوتبوت او انالوج اوتبوت، او حتى البنات اللي هي الانالوج انبوت اللي هي من A0 لA5 دي ممكن تستخدمها ديجيتال انبوت اوتبوت عادي. بس هتخليها اصلا لو انت في الاونو انت الA0 ديت مناظره للبنيه 14، مش احنا دخلنا 13 14 فين اللي هي الA0 15 في A1 وهكذا. فبيقول لي والله الجي بي او بنز معينه اهي ديت الديفولت ريسيت ستيت، لما بعمل ريسيت ستيت بيشغلها لي حاجه معينه، بيقول لي البنات ديت الديفولت بتاعها ان هو بيشغلها لي يو ارت. انما طيب احنا شغالين فين؟ في بورت اف، تعالوا نروح لبورت اف ونسيبنا من ده اهو. بيقول لي والله بورت اف البنيه زيرو اللي فيه اللي هي عندنا واصله على بوش بوتن الديفولت ريسيت ستيت بتاعها ان هي بتبقى جي بي اي او. طيب الحمد لله زي الفل. طيب الديفولت فاليوز اللي فيها ان هم كلهم بيبقوا اصفار، ان هي باي ديفولت ما بيبقاش مشغل لي ايه بول اب ولا بول داون ولا اي حاجه من حاجات الريجستر بتاعي، فخلاص فالموضوع بالنسبه لي ايه تمام. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت البنايه اي بنايه من دول عشان تخليها جي بي اي او فهي بتبقى طبيعتها مقفوله، عشان تعرف تفتحها مقفوله مش مطفيه، مقفوله معموله له عشان تعرف تفتحها بتروح للجي بي اي او ريجستر. خلاص ده عملناه. وبعدين بتقوم انتم مثل الجي بي اي او بين ديت تقول لها انت مش تميت لحاجه، انت مش ملتزمه بحاجه، انت براحتك تخليه جي بي اي او عن طريق الجي بي اي او سي ار ريجستر. ده اللي احنا عملناه برضه. ماشي. الجي بي اي او ميت كنترول ريجستر دوت بيحميني علشان ايه؟ علشان ال signals اللي رايحه على الجي بي اي او بنز ما تشتغلش، لان هي شيدت signals او في signals معينه المفروض ان هي لما بتوصل البورد بتفهم ان هو والله انا دلوقتي مستنيه ان انت تبرمجني او ان انت تعمل لي ديبج لو وصلت بسيكونس معين. طب افرض ان هي حصلت وانا كنت شغال والله جي بي اي او، طب ما كانش قصدي، فعشان كده موضوع التوميت دوت. فانا قبل ما بعمل ديبادن بقوم مين شايل التوميت ده. خلينا من التفصيله دي لو انت ما فهمتهاش عادي مفيش مشكله. المهم ان احنا ايه عملنا ادي الريجستر اهو البول اب ريجستر انيبل او الباد ويت بول اب انيبل، والله زيرو معناها ان هي ديسيبلد، 1 معناها ان هي انيبلد، نفس اللي احنا عندنا. بس بيقول لي بقى خد بالك من الملحوظه دي، ان انت الريجستر بتاع البول داون ريجستر او البول داون انيبل ريجستر والبول اب ريجستر لو انت شغلت، يعني انا دلوقتي عندي بنايه معينه بنايه زيرو مثلا انت شغلت لي فيها البول اب حلو، بعدين قمت رايح في الخطوه اللي بعدها على الريجستر بتاع البول داون وشغلته لي، فاوتوماتيك هيطفي لي البول اب، ما هو مش هيعمل لي اثنين ريزيستنس في نفس الوقت، واحده بول اب واحده بول داون، مش ممكن، فهو يا اما ديت يا اما دي. ماشي. فماشي خلاص عرفنا ده. بيقول لي والله خلي بالك التشنج دوت بيبقى افكتيف امتى؟ في السايكل اللي بعد ما انت بتعمل ده، يعني تفصيله انت مش عايزها دلوقتي قوي مش كريتيكال قوي بالنسبه لي. احنا خلي بالك خد السنس برضو بتاعنا امتى ببص في التفصيله وامتى بعدي عليها وامتى بقول لا دي مش وقتها، عشان لما تفتح الداتا شيت ما تبقاش خايف ولا
اهم حاجه يبقى عندك كونفيدنس وانت شغال ماشي. فادي وصلنا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بول اب ريجستر، حلو، عملنا كل الكلام دوت ماشي. خطوة أخيرة بعد الأخيرة، بص يعني هو حاطط لي 50 طبقة حماية وقفل، وإن هو إيه أنتم ميت، وإن هو بعد الأنتم ميت عملنا الدايركشن، وبعد الدايركشن والله لو في حد عايز بول أب عملها أو بول داون. قال لي آخر حاجة إيه؟ هنعمل إنيبل. إيه ده؟ تقول لي إحنا ما عملناش إنيبل؟ أه، في ريجستر زيادة بتاع الإنيبل. فأدي الريجستر بتاع الإنيبل، حط لي فيه الفاليو دي اللي هي لما نحولها اللي هي 0001 0 سوري 1111 اللي هم ايه اول خمسة بنز بتوع الليدات والبوش بوتنس، الثلاث ليدات والاثنين بوش بوتنس، حط فيهم 1 مفيش شغال. محتاجين نبص عليها؟ لا، بس ممكن ايه نروح لها. تعالوا نروح لها جي بي اي او ديجيتال يعني، حتى ايه نعرف هو اشمعنى هنا يعني حاطط لي ديت تمام، لازمتها ايه ولا هو هي طبقة حماية زيادة. يا إما التيبل يا إما ال أيوه أهو جي بي أو ديجيتال نيم ريجستر تمتام 18 682 682 هي دي الريجستر. بيقول لي إيه ده ديجيتال نيم ريجستر باي ديفولت طول السيجنالز معتبرهم ان هما مش شغالين، يعني انت عملت كل اللي فات دوت وما عملتش دي، فيبقى باي ديفولت انت لا عارف تقرا ولا عارف تكتب. ديجيتال فانكشن بتاعت الديسيبلد مش بيدرايف لوجيك فاليو على البن، ومش بيقلاو بين فولتج على الجي بي اي او ريسيفر لو انا هقرا من البوت بوتونز. عشان تستخدمهم لازم تقوم ايه تنيبل ريجستر المناظره ماشي. وهنا برضه بيكلمني على الجي بي اي اوتوماتيك كنترول، واضح ان هو خلاص هو فاهم ان ده ايه موضوع مهم فلازم اخد بالي منه. وقام رايح هنا قال لي والله زيرو معناها ان هي ديسيبلد، 1 معناها ان هي انيبلد، وقال لي والله الريسيفت فاليو للجي بي اي او بورتس كلهم زيرو ما عدا صفحة 650 في تيبل 10-1. طيب هنا دول معايا ولا مش معايا؟ مش عارف، فتعالى نشوف التيبل ده. طب هنا انا ابتديت ايه اخد حرفي بزيادة واشوف فين، ادي اهو دول بيقول لي باي ديفولت هما كلهم بزيرو ما عدا بنات معينة. طيب البنات المعينة دول لما رحت اشوف الديفولت بتاعتهم عشان اشوف هو ايه اللي متغير فيهم، لقيت ان لا البنية ايفن اف زيرو ديت هي الديفولت بتاعها الجي بي اي او والانيبل بتاعها زيرو. خلاص انا في الامان ماشي. ده الانيبل بعد الخطوه ديت احنا خلاص الدنيا بالنسبه لنا انيبل. نبتدي نشوف بقى نعمل كنترول ازاي ماشي. طيب سؤال بقى، انا دلوقتي معايا الديت شيت وعارف اشتغل، سوري معايا اللاب شيت المعيد عامله وعارف اشتغل، لو مش معايا اللاب شيت يعني كنت هتصرف ازاي؟ هعمل ايه؟ بص انا عندي الداتا شيت اهوت بالمنظر ده، وانا عارف ان انا عايز اتعامل مع الجي بي اي او. اطلع فوق خالص كده تلاقي هو ايه؟ حد شوف التيبل اوف كونتنتس، شوف حاجه على بعضها لما الجي بي اي او. بص تلاقي حاجات كتير قوي انت حاسسها تقيله وانترنال ميموري وتفاصيل. تعالى هنا جنرال بيربز ده ايه شابتر، وفي حبه التفاصيل بتاعته، في حاجه تانية تخص الجي بي اي او في الكونتنتس. طمن عشان نعرف التومات والكنترول والحوارات ديت فين. في لا مفيش. طيب خلاص امان. في ايه تاني؟ ليست اوف فيدرز، لا مش عايز ليست اوف فيدرز. في ايه تاني؟
في الريجستر ليست اوف تيبلز، لا مش عايزه ليست اوف ريجسترز، لا ده حلو قوي، ده قايل لي كل الريجسترز اللي عندي. فدايما اللي بيطمني ان انا والله ببص على الريجسترز اللي عندي اشوفهم هم متقسمين ازاي، حاططهم ورا بعض بس مفصلهم على حسب مين بتاع ايه. ففي في جنرال بيربز الريجسترز بتاعته، عندي تم ريجستر جنرال بيربز دول بدول. الصح ان انت لو لسه بتتعلم ومش معاك لاب شيت ومش معاك معيد ومش عارف مين بيعمل ايه، انت تبقى عشان تشغل جي بي اي وتبقى مطمن ان الدنيا تمام، تحت طول الظروف والانتربت وي ان انت تبقى عارف طول الريجستر من دول بيعمل ايه. ال 36 ريجستر احنا خدنا منهم كام واحد؟ ادي واحد اتنين ده، لا ما خدناهوش طول الانتربت دول ما خدناهوش. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بس، احنا استخدمنا سبعة من ال 36، يبقى لسه في 29 تانيين. هتبتدي تعوزهم امتى؟ هتبتدي والله تشوف في حاجة هنا معرفش 8 مللي امبير و4 مللي امبير و2 مللي امبير، واضح ان في حاجة بتعمل لي كنترول على على الكرنت اللي طالع او اللي داخل، في حاجات ليها دعوة بالانتربت، فلما تيجي تستخدم الانتربت تبتدي تبص عليها. تمام. طيب البديل الثاني ان انا بعمل ايه؟ ان انا بقوم رايح للتيبل اوف كونتنتس اللي عندي، تيبل اوف كونتنتس ولقينا شابتر 10 ده بتاع الجي بي ايو من اول 649، فده بيشرح لي الدنيا من اولها خالص. مش هو ده شيء؟ بس بيقول لي بقى من الاول خالص، بص يا سيدي احنا الدنيا متقسمه عندنا ازاي، وعندنا بورت اي وبي وسي ودي واي واف. فانت تلاقي ان انت لما تقرا الشابتر ده انت عرفت كل التفاصيل. عندي 43 جي بي اي او توتال، عندي معرفش ايه اللي عندي، حاجه اسمها ادفانسد بريفر بوس، وعندي حاجه اللي هي الدي اتش بي، وعندي الاي بي بي. طب ايه الفروقات اللي ما بينهم؟ طب لو في سامبل، طب لو في حاجات بامبيرز مختلفه، طب انا عندي بول اب وبول داون ريزيستورز، طب عندي حاجه اسمها سلو ريت كنترول، طب السيجنال ديستريبشن، طب ايوه دول شفناهم قبل كده فاكرين، رحنا بيج 650 دي. طيب الجي بي اي او بنز والالترنيت فانكشنز، البنات ديت لو مش شغاله جي بي اي او بتبقى شغاله ايه تاني؟ عشان تبقى مطمن انت مش موصل على حاجه واصله على حاجه تانيه، هتعوز حاجه تانيه. فلما تختار جي بي اي او انت عارف مثلا انا والله عايز اليو ارت، اليو ارت 1، فمش هستخدم لا سي 4 ولا سي 5، هروح للبنات تاني، فمسهل هو عليا الدنيا دي. لطيف حلو. فانكشنال ديسكريبشن دوت داخليا بقى عامل ازاي؟ لو انت بتعمله تالوجت هتلاقي مالتيبلكسر ودي مالتيبلكسر وبتاع عشان تبقى فاهم الدنيا عامله ازاي، بس ستيل ممكن تعدي ده، يعني دوت ممكن تعدي. داتا كنترول ده مهم، داتا ريجستر اوبريشن، الاوبريشنز اللي بعملها حدد الريجستر عامل ازاي ده مهم، انتربت كنترول لو هتستخدم انتربت هتبص عليه، اي دي سي بيتر سورس لو هتستخدم، لو هتستخدم مود كنترول، ايه مود كنترول ده واضح ان هو حاجه ممكن عاوزها بس لا داخل لي فيها الاي دي سي الانبوت بتاع، فماشي ممكن تعديها. كلمه كنترول عدينا عليه. الانشاليزيشن من اول هنا بقى انت هيقول لك انت بص بقى انت هتعمل ايه، انت هتمشي واحد اثنين ثلاثة عشان تعرف ان انت تشغل ماشي. وبعدين هتلاقي هنا لو انتربت الريجستر ماب اللي عندي الادريسز اللي عندي كل واحدة الاوفست بتاعها، فقلت تقول ده بيظهر عندي هو مهم بس الجيتر ديت فانا بتاعت الانسرت ديباجر اللي عندي بوصل دي بدل الهاردوير كده بحيث انه هو الكتر مش شغال، اعرف الفاليو بتاع طول الريجستر وطول الميموري كله. بعدين الريجستر ديسكريبشنز بقى اللي احنا عمالين طول شويه نسيرش ونلاقي واحد، هو الموضوع انت يعني تعرف تلمه. لو انت عايز تشغل جي بي او هتشغله، لو انت عايز تشغل اي مود تاني هتقوم رايح هنا تبدا. فالموضوع بسيط ما تقلقش، ما تحسش ان انت ناسي حاجه. ماشي ده احنا المفروض خلصنا الجي بي اي او، ان انتوا بالمنظر دوت مستعدين ان انتوا في اللاب
بتعملوا initialization للبورتس سواء كانبوت او اوتبوتس، وتشغلوا لها البول اب ريزيستنس او بول داون ريزيستنس، بتعملوا اللي انتوا عايزينه. طيب انا خلاص عملت التول ده لايه الانيشاليزيشن، طيب انا عايز انور واطفي الاوتبوتس، بعمل ده ازاي؟ اللي هو الداتا ريجستر بقى داخل ايه ريجستر، احط دي فاليوز على حسب الفاليوز ديت على حسب هينور النهارده. طب عايز اقرا البوت بوتنز اللي داخلاني، اقراها ازاي؟ هقرا من الداتا ريجستر ده. تعالوا نروح نقول هنا خلاص بقى بقينا فاميليار، عايزين تقريبا ريجستر، لا مش الدايركشن، دي اول واحد زي الفل. ده بيقول لي ايه؟ والله دوت بيقول لي ان البورتس اللي هتكتبها فيه هي اللي هتطلع لي لو هو اوتبوت، وفي نفس الوقت اللي انت هتقراها من الريجسترز ماشي. هنا الليد ده ايه دو رايت، ادي الديتا، ادي الثمانية بنز اللي عندي، لو قريت من الريجستر بيديني الستيت بتاعته، لو كتبت عليه هيتبقى على البنز اللي انا مهتم بيه. ماشي، يبقى دوت عشان اغير الفاليوز بتاعت الايه الليدز اللي عندي، الليدز احط فيها وانز. اتفقنا بنعمل سيت ازاي؟ خلاص الموضوع بقى بسيط، بس يبقى الداتا بقى مش الداتا. اخر حاجه هنقولها النهارده ماشي، احنا اتكلمنا عليها يعني تصادف ان احنا اتكلمنا عليها التوتوريال اللي فات، اللي هي الابستراكشن لايرز. اتفقنا ان الامبيدد سيستم اللي عندي، فانا الامبيدد سيستم اللي عندي هو اقدر اقسمه لايرز. ليه بقسمه لايرز او ابستراكشن لايرز؟ علشان لما حابب اغير في النص ما اضطرش ان انا اغير السوفت وير بتاعي من اوله لاخره، وعلشان الايفورت اللي انا بعمله مره واحده، يعني مثلا انا عملت، شوف عملت ايفورت قد ايه علشان انيشاليز بس بورت، علشان انور في ثلاث ليدات في البورد. فانت متخيل كل ما عاوز اعمل دوت هقوم فاتح الشيت تاني، ما انا هنسى، ما انا شغال في تازا بروجكت، اروح اعمل ده ولا اقوم عامل لي والله اتنين فايلز حلوين، واحد اسمه دي اي او دوت اتش وواحد اسمه دي اي او دوت سي، ودول والله بقول له بين مود خلي لي دي اوت بس، خلص الحوار زي الاردوينو كده ما بيعمل، هو لم لي الدنيا دي وفي الاخر حطها لي في ايه فانكشن واحده بسيطه. فالدي اي او دوت اتش مثلا دي اي او دوت سي دي مثلا ايه دي اي او انت، عامل فانكشن بتعمل لي انيشاليزيشن للدي اي او، وفانكشن بت ايديت بقى في الفاليوز، بترايت على فاليو على بين معينه، وفانكشن بترايت على بورت معين. فانا هنا ايه سهلت على نفسي. طيب دي حاجه اسمها مايكرو كنترولر ابستراكشن لاير. طالما احنا كل دوت بنتكلم في تيفا سي وفي الداتا شيت بتاع تيفا سي، ما جبناش سيره هاردوير ولا سيره ابلكيشن. هاردوير بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بتقولي ان انا والله موصل على ليد، لا انا هنا في الحاله ديت انا ماليش دعوه انت موصل على ليد ولا موصل على ايه، ولا موصل ازاي بالليد اللي بره، ولا الدايره اللي بره فيها ايه، ولا هو موتور ولا لا، ما يخصنيش ده. انا يخصني في الاخر ان هيطلع لي على البين ديت هاي ولا لو، لحد لقطه هاي ولا لو اللي هتطلع لي على المن دوت تقول له في المايكرو كنترولر ابستراكشن لاير ام سي اي ال. طيب ايه الهاردوير ابستراكشن لاير؟ قال لي ديت بيبقى فيه حاجه اسمها ديفايس درايفر، بتاع ايه؟ بتاع طول الهاردوير اللي بره المايكرو كنترولر، هتوصل لي تي باد، هتوصل ال سي دي، هتوصل اي حاجه. عارفين ديفايس درايفر دوت عامل زي ايه؟ عارفين لما بتوصل زمان شويه، او يعني دلوقتي حتى ممكن لو بتوصل جهاز معين مع ال او برينتر على اللابتوب مثلا،
بيقول لك ايه فين اسطوانه التعريفات بتاعته. انا عارف كلمه قديمه شويه، ما اعرفش يعني حضرتوها ولا لا، بس يعني يقول لك ايه فين اسطوانه التعريفات بتاعته، ايه اسطوانه التعريفات ديت، الديفايس درايفرز بتاعته. حتى انت بتخش في الديفايس مانجرز، لو مثلا معاك سماعه بتعرفها ما اعرفش ايه، بتخش في الديفايس مانجرز وتطمن ان هي متشافه وتقول له انستول ديفايس درايفرز. ايه الديفايس درايفرز ده ببساطه؟ الديفايس درايفرز ديت بتبقى ابستراكشن لاير. الابستراكشن لاير ديت تخليني ان انا اعرف اتعامل مع الهاردوير اللي عندي لو اتغير بسهوله. يعني انا هعمل 50 سماعه ب 50 طريقه مختلفه وليهم تفاصيل مختلفه، بس في الاخر انا هدي لك 3 4 فانكشنز اسمهم ديفايس درايفرز، انا بنيهم بيزد على السماعه دي وتفاصيلها. مثلا ايه، شغل واطفي وعلي وطي. انت معاك الاربع فانكشنز دول تتعامل بيهم في الاوبريتنج سيستم مثلا بتاع اللابتوب، او في حالتنا في المايكرو كنترولر. فانا بحوش عنه التفاصيل بتاعه الهاردوير بتاعه السماعه، وهو بقى الديتيلز بتاعته عامله ازاي، او ال LCD مثلا بحوش عنك بقى التفاصيل، وهو تم تشار وتم دوت والاريز ومش الاريز وبتاع والتفاصيل دي، وبقول لك والله انت ايه ادي ال LCD اهوت، عايز تكتب عليه خد قول لي انت عايز تكتب عليه في انهي مربع وايه الحرف اللي عايز تكتبه. انا هكتبه ازاي بقى دي التفاصيل، هعمل السي نقط شبه عامله ازاي في الاري، هعمل نقط بعدها قد ايه عشان اعمل حرف السي دوت بتاعتي. هتلاقي مثلا ال سي دي لما تنزل اللايبراري بتاعها انت تكتب عليها انجليزي ما تكتبش عليها عربي. طب عايز تعمل عليها عربي هتعمل ايه؟ هتبتدي تخطط طول الحرف عربي هيتحط عليها ازاي؟ العين هتبقى عامله ازاي؟ الغين هتبقى عامله ازاي؟ انهي دوتس؟ وتعمل اري، اري اوف اريز، اري اوف اري اوف اريز، عشان تعمل ايه؟ الديفايس درايفر بتاع ال سي دي علشان يبقى فيه فانكشنز ان هي تعرف تكتب عليها بالعربي. في الاخر الديفايس درايفر ده حاجتك بتشيل عني الهاسل بتاع الهاردوير، وبتديني الفانكشنز السهله اللي اقدر استخدمها فوق في الـ في الابلكيشن لاير. دي الميزه. الابلكيشن لاير هتقول لي انا عايز اكتب حرف سي، اتصرف اتصرف وقول للهاردوير انا عايز اكتب حرف سي. اللابتوب هيقول للسماعه علي الصوت، اتصرفي بتعمليها ازاي ما يخصنيش علي الصوت. فدوت الابلكيشن لاير اللي بتغير، الهاردوير ابستراكشن لاير اللي بتغير لو انا غيرت الهاردوير. الهاردوير مش بمعنى المايكرو كنترولر، معناه اي هاردوير عندي الا المايكرو كنترولر. وعندي المايكرو كنترولر ابستراكشن لاير اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، المايكرو كنترولر ابستراكشن لاير اللي هو بيبقى فيه البورده بقى نفسها. انا شغال على تيفا سي، فوالله شغال بالبورتس بتاعت الديفا سي والتفاصيل بتاعت الديفا سي. طيب انا غيرت ديفا سي وحطيت اردوينو، المفروض لو انا شغال باللير صح فالابلكيشن لاير زي ما هي، عشان هي مش شايفه اصلا المايكرو كنترولر ابستراكشن لاير، هي شايفه الهاردوير ابستراكشن لاير بس. والهاردوير ابستراكشن لاير المفروض ان هي مثلا انا بـ بـ بطلع ال سي دي هايز ولوز بطريقه معينه. حلو، الهايز واللوز بطريقه معينه اللي بتطلع لي ديت المفروض بطلعها من المايكرو كنترولر ابستراكشن لاير. بطلعها ازاي؟ تفاصيلها في اللاير دي. فاللاير ديت بتاعت التي في سي هشيلها واقوم حاطط مطرحها اللاير بتاعت مثلا الاردوينو، بحيث ان في الاخر ال ال سي دي لما هتيجي تتعامل مع اللاير او اللاير هتتعامل معاها هيقوم يقول لي اعمل لي ديت هاي وديت لو وديت هاي وديت لو وديت مش عارف ايه بطريقه معينه وبأريز بشكل معين. طب بتعمل ده ازاي؟ والله ده في الاردوينو بكتب له بين مود اوتبوت وبديله بقول له ديجيتال رايت وبقول له ما اعرفش ايه. ده في التي في سي لا، انا بعمل خطوات زي اللي انتوا شفتوها دي. فانا دايما بفرق علشان اعرف ان انا في اي وقت اشيل لاير واحط التاني. في اللاب المفروض ان انتوا هتعملوا ال دي اي او دوت اتش والدي اي او دوت سي دوت، طبعا بارت من المايكرو كنترولر ابستراكشن لاير، لان انا ما عنديش هاردويرلس، او الهاردوير اللي عندي هو بسيط يعني هو يا بنور لا زي البوش بوتن، بس ستيل تقدر تعمل ديفايس درايفر للبوش بوتن. اللي هو مثلا انت هتقول لي هترن لي فانكشن بتقول لي هو البوش بوتن دوت متداس ولا لا بس. طيب ما انا هعرف بيزد على ايه؟ بيزد على ان هو مثلا اري هاي ولا لا،
او قاري لو ولا لا، على حسب انت موصله ب 5 فولت ولا 0 فولت. فقال لي لا والله شوف انت ايه اللي عندي واعمل له الديفايس درايفر بتاعه، بحيث ان انت لما تعوز تشيله هو في الاخر بيدي للابليكيشن لاير فانكشن اسمها البوش بوتون متداس ولا لا. طيب هو متداس فمدي هاي، متداس فمدي لو، انا ماليش دعوه التفاصيل دي، تعملها في الهاردوير ابستراكشن لاير. المهم في الاخر تقول لي هو متداس ولا لا. نفس الموضوع دوت ينزل لتحت ازاي للمايكرو كنترولر ابستراكشن لاير، ان انا المفروض بشوف البوش بوتون دوت عشان اعرف هو متداس ولا لا. بشوف هو مثلا في حاله معينه عايز اعرف هو ان هو لو، هو لو ولا لا. طيب بعرف ازاي ان هو لو ولا لا؟ بريد من جي بي اي او معينه. بريد ازاي؟ المفروض ان انا هنا بقول له ريد بس. يعني الهال لما بتبعت المايكرو كنترولر ابستراكشن لاير بتقول له ريد بس. يريد ازاي المايكرو كنترولر؟ بطريقته. لو تيفا سي هيعمل اللي احنا عملناه، لو اردوينو هيقول له ديجيتال ريد. حتى لو هو سطر، يعني لو هي هنا سطر وهي هنا سطر، بتقول لي طب ما تحط ديجيتال ريد وخلاص، اقول لك لا انت اتلخبطت دخلت اللايرز في بعض، فانا مش عايز ان دوت ايه يحصل. هتتعلموا تعملوا مالتي فايل سيستم في اللاب، تسيت بت، تتلير بت، تقرا فاليو بتاعت بت معينه. احنا عملنا الثلاثه دول الاولانيين، ما عملناش دي لسه، التوتال بت تعملوها في اللاب. الدي اي او انيشاليزيشن عملناه، الرايت بن عملناه، والرايت بورت. بس احنا كده خلصنا. لو في حد عنده اي اسئله انا منتظرها، لو لأ فيعني دقيقة بالظبط وهنقفل الميت. مش مهم، بس ممكن حضرتك تبعت اللاب او اللي هو البي دي اف ده بس عشان هو مش معانا. انا يا حاضر حالا هيتبعت للمندوب احمد صلاح. هو في دروب واتساب المفروض احنا عاملينه المندوبين وكده، هبعته حالا دلوقتي. تمام. أنا بعد تمام. أي أسئلة شباب؟ شكرا لكم.